عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. وخلونا نعيش أجواء التحدي مع هذا الشوط المخصص للأبكار، فنتمنى التوفيق للجميع. عندنا هنا متابعين الكرام ننطلق مع شعار بن الصريدية، هناك هملولة عبد الله بن سلطان بن الصريدية، المركز الثاني الوذب إبراهيم بن سعيود، المركز الثالث الشهنية حامد بن الصغيرون، الرابع مع راعي الشهنية حمدان محمد بن حميد راعي حير، الخامس مع الشاهنة هناك تاتينا هتاش المسلف بن سالم بن ثعلوب، المركز السادس نتابع فيه شعار بن حمديها. هذا ندانا متابعينا الكرام لنعود إلى الصدارة. خلونا مع الصدارة، خلونا مع هنا بن الصريدي، هل بياتي بالنقطة الثالثة؟ هل بياتي بالهاترك في هذا الصباح؟ يا سلام يا بن سعيود، هناك بن سعيود مع الوثبة، المركز الثالث هناك مع هتاشة بن ثعلوب، الله يا المعركة، المعركة الثنائية، هناك بن سعيود، سلام يا إبراهيم، سلام يا أبو سعيد، الوثبة، الوثبة في الصدارة، المركز الثاني عندنا هناك الشاهنية أو هملولة عبد الله بن سلطان بالصريدي الدرعية، الله يا الثنائي، بن سعيود مسيطر مع الوذبة، الوذبة في الصدارة، سلام الناموس لإبراهيم بن سعيود وأخوانه على هذا الإبداع وهذا الحضور للوذبة الذي قدمته في هذا الشوط. مركز الثانية هملولة عبد الله بن سلطان بالصريدي، المركز الثالث شعار مسلف بن سالم بن ثعلوب، التوقيت دقيقة 47 ثانية 91 جزء من الثانية.